شغلات البرايد سبيد اللي انت تتكلمي عنه موجود عندنا في مستشفى او مركز الملك فهد لاورام الاطفال، ويهمنا جدا في هالموضوع اللي هو موضوع الدوزس مع الاطفال. فمعمول البروتوكولات كلها موجوده ومتكامله جدا. موضوع البايوبسي من ناحيه التكنيكال ثينكس احنا وي كان هيلب ونقدر نساعد فيه انه كيف ينعمل. اما التدريب هاو تو جيت البايوبسي هذه للراديولوجيست، احنا طبعا نحترم للراديولوجيست تخصصهم، فهم اللي حيتكلموا فيها. احنا نتكلم عن التكنيكال وكيف نشتغل على الماشينز وعلى التكنيكال وامبلمنت البروتوكولز والبراكتسنج كيف تدريب الناس الموجودين. طب وبالنسبه لنا احنا مستشفى تفضلي بالنسبه ان احنا مستشفى اطفال، حضرتك يعني عاوزين البروتوكولز الخاصه بالاطفال. ايوه، هي عندنا معموله حسب العمر، الاطفال بروتوكولات خاصه والكبار بروتوكولات خاصه. طيب خليني اقول لكم حاجه الان، انتم الان نعمل شيء، انا اطلب من المنسقين الاداريين في كل منطقه يعطونا قائمه بمن حضر اليوم بايميلاتهم وجوالاتهم. احنا نقدر نعمل اللي هو مجموعه مع بعض في الايميل جروب واحد، وبالتالي تصير هذه كلها لكم، ايش ما يجينا نبدا نرسل للجميع فيها باذن الله. ممتاز، هذه نحتاجها اليوم. ايضا اذا احتجتوا منه مثلا انه يعني احنا اظن ما يتجاوز عددنا كلنا 30، اذا وافق ان نقدر نعمل مثلا يعني مع بعض حتى على الواتساب عندنا، اذا كون كلكم موجود معاكم اي تذكير اي حاجه موجوده وضعها لكم مثلا، يعني تكون طبعا هذه لاستخدام العمل فقط، ما تكون فيها لا اي نكات قال الله لا قال رسول ابدا، انما فقط للعمل فقط للتذكير معينه، بحيث انها تكون مثلا واحد ما هو كل شويه يرسل حاجه، ارسل شيء معين. احنا نقول لكم يا جماعه ارسلنا لكم الان اللي هي رجال الاطلاع على الرابط التالي في جميع مثلا الاي بي بيز الجديده او حاجه زي كذا. فاذا وافق الاستاذ سعد ممكن ايضا يكون هذا جزء عملي سريع جدا بالاضافه الى الايميلات كلها. تفضل، في احد عنده سؤال؟ عليكم السلام ورحمه الله. جيبك مدرب سعد لو سمحت. سم اخ سعد لو سمحت، الهدف من الاجتماع الاول، يعني الهدف من الاجتماع زي ما تفضلت في البدايه هو تقليل جرعه الاشعه للمريض. قريات لو سمحت يا شيخ، الصوت القريات لو سمحت ميوت الجهاز معك. ابو عبد الله وطي الصوت ما عندك الله يخليك عشان نبغى نسمع الاخ. تفضل يا ابوي. تفضل يا اخي. يكون العافيه، القريات معكم. لا خلي يخلص السؤال الاخ اللي قبلك. الله عرعر تفضل يا اخي اكمل سؤالك. اخ سعد لو سمحت، الهدف من الاجتماع زي ما تفضلت هو تقليل جرعه الاشعاع للمريض. نعم. بالنسبه احنا كمستشفى، مستشفى عرعر المركزي، نحول المدينه الطبيه القوى الامن، المستشفى العسكري بالرياض، مستشفى الملك فيصل، هل البروتوكولات موحده هناك قبل ما نطبقها هنا مثلا؟ يعني موحد مستشفى الملك فيصل، مدينة الملك فهد الطبية؟ لا بالعكس، جدا جد سؤال الأخ جدا رائع. طبعا احنا البروتوكولات الموجودة الآن هي الستيت اوف ذا ارت. طبعا اتكلم مثلا على الابدومينال مثلا اللي عملها، كانت عملت بالتعاون مع الدكتور محمد نعمة الله. الدكتور محمد نعمة الله كمان كان عامل البروتوكولات هذه مع الدكتور يوسف القدحي. يوسف القدحي هو الشيرمان للراديولوجي في مدينة الملك فهد الطبية، والدكتور نعمة الله موجود عندنا. البروتوكولات اللي عندنا الموجودة حاليا مقبولة في كل المستشفيات الكبيرة هذه. طبعا دائما الكونسنتريشن عندنا حنا أكثر في موضوع stick to the protocols. يمكن التنسيق مع بقية المستشفيات مثل المدينة، أنا أعرف أنه بروتوكولاتنا مقبولة جدا في الحرس ومقبولة جدا في المدينة ومقبولة أيضا في العسكري. يعني هذه هي الستيت اوف ذا ارت، وكلنا وصلنا معهم في البروتوكولات هذه هي الادفانسد وان. ولكن أيضا للتطمين أنه نرجع، حيكون بيني وبين المشرفين الأشعة المقطعية في الأربع مستشفيات هذه اتصال خلال الأيام القادمة قبل ما نتوجه على المناطق. حيكون كل شيء بإذن الله يعمل في جدولة معينة، وقبل ما نبدأ الخطوة هذه تكون كلها موجودة على كل المستشفيات للقبول.
يعطيك العافية يا حسان، شكرا. الله يعافي عمرك. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. في بس طال عمرك اللي هو اختلاف الأجهزة بالموشن، كيف بتكون بروتوكولاتها؟ مثلا عندنا في المستشفى يختلف عن بريدة عن هذا زي كذا، فيكون لو في كان في قاعدة بيانات على الويب سايت أو زي كذا، مثلا واحد يرجع له لما يكون عنده، مثلا احنا عندنا 60 موشن بس، بريدة 64 مع اللي هو 16 سلايسز ولا 64، وبعض المناطق ما عنده. انت مثلا تتكلم على مثلا على نوع جي اي، لكن في مناطق عندها فيليبس وفي مناطق عندها سيمنز، فتختلف حتى السلايد وحتى السرعه. احنا موجوده عندنا البروتوكولات، احنا عندنا موجود ال 16 وال 64 والاتش دي من الجي اي، وعندنا الثلاث اجهزه كلها، عندنا من فيليبس وعندنا من سيمنز وعندنا من جي اي، والشباب الموجودين كلهم متدربين. يمكن قليل اللي سمعت عنده توشيبا، لكن هي الثلاثه هذه الماركت او الكومبانيز الموجوده في المناطق عموم. يعني انا طال عمرك اقتراحي بس لو يكون في على الويب سايت مثلا موقع كمرجع عام نرجع له انا في. طيب ما يمنع ولكن مستقبل. احنا حنبدا ايش نعمل؟ انه نبدا نعمل استراكشر. انا مثلا واحد بيبني بيت الان، انا اقترح انه يكون بنفس صفحه المستشفى الرئيسيه نفسها، بنفس الراديولوجي ديبارتمنت، ان نحاول يكون جزء منها ان شاء الله باذن الله. طيب ترى احنا مو بلازم نخلص الساعه 11، لازم نقوم الساعه 11، اذا انتهيتم ممكن ننتهي. في احد عنده سؤال؟ طيب عندي اقتراح يا استاذ سعد. سم يا اخي. بالنسبه لخدمات الاشعه المقطعيه بالمملكه. طيب. الصوت مسموع ولا؟ سم. بالنسبه لخدمات الاشعه المقطعيه بالمملكه، ليش ما تفكروا بانتاج كيل عن الاشعه المقطعيه ولو كانت شهريا برضو لزياده التكييف؟ عيد السؤال. عيد السؤال جيزان. مين اللي يتكلم؟ جيزان. لا انا علي الشريف من جيزان. الصوت مسموع؟ ايوه الان مسموع. ايوه طيب، نسمع خدمات الاشعه المقطعيه بالمملكه، ليش ما يكون في تفكير ان ايش انتاج مجله خاصه بهذه الجمعيه ولو كانت شهريا؟ عشان ايش؟ زياده التفكير في مجال الاشعه المقطعيه. اقتراح طبعا هو خارج الموضوع. أنا أتمنى لك هو بس نسوي لك هو إلكترونية ما هي صحيفة ونجلس نشتغل عليها، بس أنت تكون مسؤول عنها، إيش رأيك في التنسيق؟ والله حبذا يكون واحد عنده خبرة في مجال الإلكترونيات زي باكس وكذا. ما عليك في الإلكترونيات. أنا لي 7 سنوات في الأشعة المقطعية. لا 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 لا، أنا أبغى من راسك الشيء العلمي بس، أترك الباقي علينا، ما لك دخل. طيب نتواصل على طريق الايميل، اقدم لكم اقتراحي وكذا. مكتبنا عندك، وخذ المعلومات كلها، سوي واعمل لك جروب مع بعض، وما عليك مشكله. جاتنا شكوى من القطيف ما نرد عليهم. يلا تفضل القطيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله. كيف دكتور عبد الله النحوي، رئيس قسم الاشعه. حياك الله يا دكتور. يا هلا والله. اولا جزيل الشكر على البدايه الطيبه، وبصراحه كنا متشوقين جدا للتواصل معاكم. احنا يمكن حاولنا اكثر من مره نحن نرسل ناس للتدريب، بس ما حصلنا فرصه بسبب الازدحام الشديد عندكم. حاولنا في الMRI اكثر من مره. عموما ما ابغى اطول عليكم، بس كان ودنا بعد ان الامور ما تقتصر بس على فترات التدريب القصيره، لو يكون هناك دورات طويلة ومعتمدة ومعترفة من الهيئة السعودية لتخصصات صحية لفنيين الأشعة في تخصصات مختلفة، مقطعية ورنين مغناطيسي والإنترفنشن التدخلات الشعاعية، بحيث يكون كل الفني لما ينهي الدورات هذه يكون عنده شهادة معتمدة دراسة العمل في هذا التخصص. لكم شكرا جزيلا. احنا بس على رد للدكتور، الف شكر لك يا دكتور على هالاقتراحات. ويمكن الطلبات تلومنا على موضوع القبول احيانا.
احيانا يحكمنا موضوع العدد اللي يجي من جامعه الملك سعود اللي هو تدريب الانترنشيب، فلو قبلنا عدد كثير ما حياخذ الفائده كلها صراحه، لانه الموجود احنا نصل في عدد المرضى باليوم ما بين 90 الى 100 مريض باليوم في قسم الاشعه المقطعيه فقط، يعني ف 90 الى 100 مريض الغرف، طبعا اقل غرفه تؤدي من 30 الى 35 مريض في ساعه دوام من 7:30 الى 5 العصر، فلو قبلنا مجموعه كبيره وكان اكثر متدرب في غرفه واحده صراحه اختلاف السكيلز الموجود بين كل متدرب والاخر ما تعطيك مجال انك تغطي النقص الموجود او الحاجه اللي يحتاجها اكس من واي، فهذا اللي يخلينا احيانا ان في موضوع القبول للتدريب يكون في فلتره ويكون في جدوله معينه، يعني ما يقبل مثلا 3 دفعه واحده. احنا الان عندنا ريكوست، انا احب هالفكره يا دكتور اذا تسمعني معليش، بس حتى لو تعطونا جدوله بعيده، اذا تقول لي والله بعد 9 شهور انا اقبل من عندك فني او فنيين هذا ممتاز بالنسبه لنا ما عندنا مشكله. ابشر، هذه ابد، هذه ان شاء الله الكونسيدرت والشباب موجودين بعد حيكون التواصل باذن الله وعندهم كمان الاجابه بعد اكثر على الموضوع. ما في مشكله يا دكتور عبد الله. سبق انا اتذكر القطيف يمكن من اكثر من 3 سنوات يمكن 3 أو 4 ابلكيشنز اللي ارسلت لنا، وكان الاعتذار يعني زي ما تفضل الاخ سعد قال لك بسبب الشورتج اوف ستاف. كمان في نقطه مهمه دائما تجيني بالذات من القطيف اللي هو الاوبجكتيف حق التدريب، دائما يكتبوا لي تو جين نيو انفورميشن ولا مور انفورميشن، ونريد يعني انها تكون موضحه عشان نعرف ويتش سكشن شود بي جو ام فيت ان. ما عندنا مشكله، احنا عندنا في فنيين نحتاج لهم ادفانس تريننج، يعني هم يشتغلوا البيسك في الام ار في السي تي يعني يعملوا هذه الاشياء بتقنيه عاليه، كمان في نقطه ثانيه في الام ار وفي السي تي سكان. في نقطة ثانية مفروض الأخ سعد يقول لكم عليها، اللي بالنسبة للتدريب الـMRI لابد يكون مضى أقل شيء 2 على الـMRI، يكون قاعد فترة، يعني من شروط الـMRI طبعا أنا أتكلم من بهاف اوف سي تي ولكن هذه كمعلومة أنا أعرفها عن شباب الـMRI، أنه لازم يكون عنده اكسبيرينس ويل، لأنه الأجهزة الموجودة جدا ادفانسد مع البروتوكول الموجودة، فلما يجيني واحد فريش جراديويت مثلا اللي انا اشوفه عند شباب الـMRI هذا ياخذ معك وقت طويل في التدريب، يعني موضوع اليوم والاسبوع والشهر صراحه ما حيكفيه، يعني فلما يكون مثلا احد عنده البيسكس الموجود ما هي اشكاليه انه يدرب هنا، بالعكس يعني الشباب يرحبون ويهلون. طبعا هذا الموضوع للـMRI هو يكون حيكون النكست ستيب، احنا اليوم انا اتكلم من بهاف اوف سي تي، يعني شويه كونسنتريشن على السي تي اكثر، لكن ما يمنع الشباب كلهم خير وبركه وحيساعدون سواء من الاوتريتش ولا من الاقسام. كمان الفنيين اللي عندي في السي تي وفي الام ار معظمهم اكثر من 4 سنوات شغالين في نفس الفيلد حقهم، فان شاء الله رايح لو صارت فرصه وجاءوا عندكم ان شاء الله رايح تنبسطون منهم يستفيدون منكم ان شاء الله باذن الكريم. باذن الكريم، الفائده كمان لنا احنا طبعا. شكرا جزيلا، الف شكر. الله يحييك. في احد عنده شيء يا جماعه قبل ما ننتهي؟ اي الكارد جيتنج يا استاذ سم، تسمعني صوت مسموع؟ لا تقول من جيزان. اي 20 من جيزان. يلا قول اخر سؤال لك، بعد في لك شيء ثاني مره خلاص. طيب خلاص إيه؟ بالنسبه للكارديا جيتنج احنا في جيزان ما قد واحد منا طلع برا اذا تخصصي او عندكم حتى يتدرب على الكارديا جيتنج، خاصه ان معانا جهاز 128 ويكون فيه كارديا. طيب موجود احنا طبعا الشركه هي مسؤوله عن التدريب، بس كخطه مبدئيه اذا وافقتم تقبل من عندنا واحد يتدرب كارديا في التخصصي. ما عندنا اشكاليه مثل ما قال الاخ صالح، انه كمان هذه حسب الجدول المعينه، انا مثل ما اقول لك عندي الان ما يقارب من 3 أو 4 أو أكثر والله انه ريكوست للتريننج، فحيكون على جدوله معينه، وابد حنرضي الكل باذن الله باذن الكريم انه يكون ارضاء للكل وكل المستشفيات ان شاء الله حتكون الفائده للعموم. طيب خلينا نختصر الكلام كله على اساس ونطلع ايش طلعنا من الاجتماع هذا الان.
طلعنا ان كلنا باذن الله اننا موافقين على اننا نجتمع ونبدا نكتب اقتراحاتنا. واحد ان نعمل سيرفي على جميع الاجهزه اللي عندكم موجوده، على كتابه جميع اسماء الفنيين الموجوده عندكم في قسم الاشعه في كل مستشفى، تكتب احتياجاتكم اللي انتم تروها انها تحتاجوها في التعليم وفي التدريب اللي هو يكون مثلا في مستشفاكم، التعليم والتدريب اللي محتاجينه مثلا في مستشفانا الان. اقتراحات ثانية اننا كيف نحط الاي بي بيز حقتنا في مكان يكون سهل وصول لها، عمل اللي هو التدريب الجماعي مثلا في مستشفيات معينة تكون هي عندها الامكانيات والاجهزة، مش فقط انه يكون عنده انسان مثلا فني ممتاز او طبيب ممتاز لكن ما عنده اجهزة فما حنستفيد من هذا الموضوع، فلازم يكون عنده الاثنين على الاقل يعني. بعد كذا نشوف ايش ممكن نعمل باذن الله سبحانه وتعالى. في احد يبغى يضيف على هذه النقاط شيء؟ جزاكم الله ابو عبد الله، جزاكم الله خير. اللهم كلكم تكلموا مع ذا جيزان، في احد شيء؟ ابو عبد الله ايوه. السلام عليكم. عليك السلام. السلام ورحمه الله. طيات معكم، حياك الله. الله هنا ولا لا؟ سامعين بخصوص ال يعني ليش القرقيات تقول سامعين ولا لا؟ لانه اخر مدينه في المملكه ويظن ما نسمع. ابو عبد الله بخصوص الاجتماع هذا، اول شيء نشكركم عليه واهتمامكم بالكل وخصوصا المناطق الطرفيه. احنا ودنا يكون قبل الزياره طبعا، احنا سمعنا من الجميع الاقتراحات والاداء، بس زي ما قلنا قبل الزياره المفروض يكون فيه حصر للاجهزه ونوعيه الحالات اللي تعمل في كل منطقه والبروتوكولات واسماء الفنيين ومؤهلاتهم والاطباء، عشان نبدا بعدها الزياره الاولى اللي تكون بروتوكولات والزياره الثانيه للتدريب على سبيسيفيك. طيب خلينا نقول نختصر انه الاستاذ سعد ينسق لنا الان اذا حبيت نساعدك فيها، نعمل نموذج واحد، لا احد يكتب شيء الان، حنرسل لكم نموذج نحط فيه جميع الاشياء اللي نبغاها بحيث تكون متحده مع بعض بشكل واحد، بس نقدر نحطها في قاعده بيانات واحده ان شاء الله. طيب حتى يكون عندكم علم فقط ان التليفونات هذه اللي حتكون في الجوالات، الايميلات حتكون مشاعه للفريق كامل، حتوصل لكل واحد، فتصير عندنا جروب كامل في المملكه كلهم في قسم السيتي عندكم ان شاء الله. في شيء سؤال ثاني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. Dr. Indian, thank you very much for this very good update. Again, I will request you please put your protocol to your site in English so we can retrieve it and we try to follow it before you get our technician get reading. Are you talking about IPPs or what? Protocol? This protocols. Everything is in English, right? We need in English put in the site. So we can retrieve from there, we can do it. It's now with the quality assurance in radiology now to implement it, because now we try also to implement it within the ISIS system, you know. But they're working in it, inshallah, soon. You will see it in the website of the hospital, the protocol, plus the preparations of the patient for each protocol. You will find it there, and you will find what's the recommendation and what the preparation should be done before the scanning. بس جماعة الهفوف إذا عندكم أي شيء لجيتوا متأخرين الهفوف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نايف الحربي مستشفى الرأس. لا أنا بس عندي اقتراح واحد إنه لو. ثواني بس الهفوف. آمنة. لا بس. هنرجع لك إن شاء الله أبشر. ترى ما انا سامعينك يا دكتور. لا ما هو بنفسه يجي عشان اصوات. الهفوف تفضل يا ابوي. خلاص؟ تفضل يا ابوي تفضل. لو سمحت لا تكلم احد ثاني الله يخليكم، لان السماعات الصوره تروح لجهه اخرى. تفضل يا هفوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نايف الحربي مستشفى الرأس. تفضل يا ابوي. بس طال عمرك اقتراح عندي انا انه يكون فيه مثلا شخص بالنسبه لي انا معرف من قبلكم، انه مثلا يكون على تواصل معاه مقترحاتي عشان ما يكون
مثلا نعرف ان الشخص هذا مخصص مثلا المستشفى الرأس وان يكون على تواصل معاه. ممتاز، ما عندنا مشكله في هذه. احنا عندنا الان في كل مكتب من المكاتب من المستشفيات مكاتب، بعد ما نجمع المعلومات هذه كلها المستشفى الرئيس مثلا الرأس رئيس القسم هو اللي يعين مثلا يقول هذا انتم تتناقشوا معاه مثلا وهو مسؤول عن المجموعه. ما عندنا مشكله احنا، بس احنا ما نقرر من عندنا يعني. انتم كل مستشفى مستشفيات تضع المجموعه كيف انا من عندكم انتم نكون مثلا نعرف ان الشخص اي نعم لا من عندنا عفوا حيكون جدا صعب لانه انت قاعد تتكلم على اكثر من 18 منطقه للان موجودين. فإذا بنعين الكل مستشفى واحد معناته صراحة ما وصلنا إلى الهدف اللي إحنا نبغاه. هو حيكون في كوردينيتر، بس تسمح لي أكمل لك. حيكون في كوردينيتر موجود أو شخص معين. إحنا عندنا في كل قسم في إديوكيشن كوردينيتر، في شخص هو المسؤول عن التدريب والتعليم في كل سكشن معين. طبعا الشخص هذا هو اللي حيكون معه التواصل الدائم مع عموم المناطق، ما هو بس مستشفى مثلا رأس، ولكن اي استفسار يخص من عندك جاي للمستشفى او للقسم هذا بعينه هو اللي حيكون يرد لك انت شخصي. مثلا ما حيعمم الرد على العموم، لكن حيرد عليك انت بالاستفسار المطلوب منه. طيب في بقول لكم حاجتين الان، الاولى للاستاذ سعد والثانيه لكم جميعا. احنا الان عندنا الراي الطبي الثاني في مستشفيات المملكه كلها يعملوا اتصال على بجر الطبيب ويرد عليه. هذه واحده من الاشياء اللي اذا وافق عليها الاستاذ سعد ايضا، انه ممكن احنا نعطيكم قائمه باسماء البياجر الموجوده اذا في سؤال سريع مثلا في نفس اللحظه اون سبوت، يعني عندك مريض وتسال فني اشعه مثلا في السي تي في نفس اللحظه اذا وافقوا عليها. طبعا هذه ممكن تحل امور كثيره. عندنا اللي هو مثلا المفرط موجود كذا موجود، عارف كيف؟ هذه بعض الأحيان يكون هو نفس المشرف هذا قد يكون الفني الموجود عندنا في أثناء يعني مثلا حالة عنده أو شيء ويتأخر عليك ورد شوي، ولكن غالبا يرد عليك. الشيء الأخير خلينا نقفل على الموضوع الآن لو سمحتوا يا جماعة، خلينا نسمع يا جماعة الكلام. لو حنا يا سمحتوا يا جماعة في المناطق اللي يتكلم ينتظر شوية. في أمر مهم جدا اللي احنا حنكتب لكم الآن اللي هو minutes للميتينج هذه اللي يقوم فيه إن شاء الله الأستاذ سعد، بحيث اننا احنا حنوجهه الان لكم لمناطق كامله للمكاتب نكتب فيه اللي صار معانا ان شاء الله مختصر، بالاضافه الى النموذج اللي احنا مقترحينه، بالاضافه للي احنا نفكر. هذا اعتبروه الان ما هو قرار ولا مينتس، اعتبروه برين ستورمينج. ممكن نرجع لكم هو لكم انتم ايضا وتعدلوا عليه ونخرج به حاجه خلال اسبوع ان شاء الله. ايش رايكم؟ يعني لا تعتبروا ان الموضوع اللي احنا حنكتبه انه هو اللي صار، لا، لكم اقتراح ونحن نزود من عندنا شويه، نعمل اشياء ما قلناها ونضبط امورنا كذا. نعرض ايضا المشروع هذا على مديرنا الاداره الجديد عندنا ايضا، ناخذ معاه سبورت. في الاخير نعمل نطلع بحاجه خلال اسبوع اسبوعين ان شاء الله اننا نخرج بورقه عمل كبيره نقدر نشتغل عليها ان شاء الله. في مستر امرك اللي هو سؤال لو سمحت يا ابو، اللي هو انه مثلا احنا عندنا ما كل الفحوصات نعملها مثلا في مستشفانا، فممكن اننا نبعث لكم الفحوصات اللي احنا نعملها مثلا مستشفى الرأس، يتكلم النايف الحربي يتكلم مستشفى، نبعث لكم الفحوصات اللي احنا نعملها وتشوفون عاد انتم كيف البروتوكولات، ممكن تطورونها، ممكن عاد اللي يقول لك انه تعمل فحوصات اكثر او ما هو احنا مثلا ما هو كل هذا الهدف يا اخ نايف. هذا الهدف من وراء الموضوع هذا، انه احيانا في بروتوكولات تكون ناقصه، في بروتوكولات ما تكون كامله، ما تكون مغطيه. فالهدف من المشروع هذا انه نغطي كل حاجه موجوده ومطلوبه وتطلب على المريض. احيانا بعض المرضى يعني يتكلف في انه يروح لبرايفت، يروح لمستشفى خاص ويسوي فحص ما يقارب 2000 3000 ريال وهو ضعيف، وبالنهايه لما تجي البروتوكولات ولا طبعا ما هي البروتوكولات اللي المطلوبة. فهذا اللي احنا مجتمعين علشانه، توحيد البروتوكولات، سد النقص في بعض الفحوصات الموجودة في المناطق، طبعا بمعاونتكم انتم، ايش الموجود عندكم وايش اللي موجود عندنا، ونصل الى نقطة انه هذه البروتوكولات الموجودة هي طبعا ما هي فرض، ولكن هي تعاون بين الطرفين لستاندرد معين يكون على كثير من المستشفيات او كل المستشفيات. خلينا نمشي مع بعض حبه حبه، خلينا نمشي مع بعض. اننا احنا الان طلبنا حبات شيء، اذا جاك مننا 60% ترى ممتاز ان شاء الله.
باذن الله ما عندك مشكله، بس انت امشي شوي شوي حتعرف غير سعد 10 ترى احسن منه. انا ترى اقل واحد موجود ما بالشباب. عندك مشكله ترى حتعرف واحد يعني سعد حتلاقي زميله وامكن احسن منه ان شاء الله، والثاني احسن من الثاني والثالث، عرفت كيف؟ حتمشي العمليه باذن الله افضل، عرفت كيف؟ حنا كلنا نبغى نقدم شيء باذن الله ان شاء الله. الله يحييك. اي سؤال اي استفسار يا اخوان اخير قبل ما ننهي؟ شكرا لكم، جزاكم الله خير. مسلفين منا 5 دقائق المفروض خلص. يعطيكم العافيه ان شاء الله. يلا السلام عليكم. حياك الله. يعطيكم العافيه يا شباب، شكرا كثير. والتدريب بشكل عام ننتظر اي ابلكيشن ترسلونه بشكل عام، مش الراديولوجي بس. كذا استنى كذا هذا المسؤول. ها الله يعطيكم العافيه. يا الله. طبعا هو جزاك الله خير. اللهم